274 مدرسة متوقفة منذ عام 2013 ولحد الآن، واليوم لا نزال نعيش مشكلة الدوام الثلاثي في مدينة سامراء والازدحام في المدارس. هنالك احدى المدارس اتصور في منطقة الإجبارية في سامراء يمكن عدد طلابها قرابة 1400 طالب في مدرسة واحدة، وهذا الزخم الكبير جدا أثر بشكل كبير على المستوى التعليمي. انطيني مخرجنا هذه المدارس حتى نعلق على بعض منها، وإذا أردنا نتحدث عن هذه المدارس نحتاج إلى وقت طويل، ولكن سنتحدث عن جزء من هذه المدارس. من المشاريع اللي مفترض أن تكون في مدينة سامراء هي مدرسة 18 صف في حي الجامعة بتاريخ 1/4/2013 وضع حجر أساسها، كلفتها أكثر من 1 مليار دينار لشركة أنطاكيا حي اللي تنفذها. طبعا نسبة الإنجاز تتراوح من 85% إلى 90%، متوقف العمل بسبب التخصيصات المالية. بناء مدرسة في حي الإجبارية 18 صف في سامراء حي الإجبارية، نسبة الإنجاز بها أيضا من 80% إلى 90%، أيضا محال لشركة أنطاكيا، هم أكثر من 1 مليار دينار. مشروع بناء في مدرسة في حي المثنى خلف الخضراء في مدينة سامراء، أيضا مدرسة 18 صف لشنحالت لشركة أنطاكيا الجهة المستفيدة تربية محافظة صلاح الدين، تم وضع حجر الأساس لهذه المدرسة 14/8/2013، نسبة الإنجاز 94%، متوقفة بسبب قلة التخصيصات المالية وتوقف التخصيصات المالية. إذا نتطرق على هذه المدارس يحتاج لنا وقت طويل جدا. في ناحية مكيشيفة، في ناحية دجلة منطقة مكيشيفة، مدرسة 18 صف تاريخ المباشرة بالعمل 14/3/2014، نسب الإنجاز تتراوح من 31% إلى 50%، متوقف العمل بسبب عدم دفع التخصيصات المالية للشركة. أيضا بناء مدرسة في ساحة المستعين بالله في مركز مدينة سامراء، هم تاريخ تسليم الأرض للمقاول بتاريخ 7/8/2013، هذه المدرسة ب 697 مليون تنفيذ مباشر الجهة المستفيدة تربية محافظة صلاح الدين، نسب الإنجاز 60%. أيضا بناء مدرسة في ساحة مدرسة زبيدة ب 12 صف، هذه المدرسة وضع حجر أساسها بتاريخ 7/8/2013 عن طريق التنفيذ المباشر، ولم تكتمل نسبة الإنجاز بها 45%، متوقفة بسبب عدم استلام مستحقات الشركة، تنفيذ مباشر طبعا وليست شركة. مدرسة 12 صف في ساحة مدرسة أبطال العروبة في حي المثنى خلف الخضراء، أيضا هذه المدرسة 12 صف تكلفتها 700 مليون عن طريق التنفيذ المباشر، وتوقف العمل بهذه المدرسة بسبب عدم صرف المستحقات للشركة. أيضا هنالك في منطقة بناء مدرسة 6 صف في منطقة الحويش أو ناحية الحويش أو ناحية الثرثار التابعة لقضاء سامراء، هذه المدرسة 12 صف كلفتها 350 مليون من قبل الجهة المستفيدة تربية محافظة صلاح الدين، متوقف العمل بسبب عدم استلام المستحقات. انطيني مخرجنا الأسماء بالتسلسل حتى تظهر أمام الشاشة وبشكل بطيء جدا حتى توضح الصورة للسادة المشاهدين.